فينك بقى بركات وفينك سعيد يا عمي سعيد. اه سعيد وفينك وفين ايامك وفاكر والطاوله والطاوله وجهار وشيش وياك و... بابا خش في الموضوع. ومش كان في بنت اسمها شرح كنت تعرفها ما كنت بتجوز البنت بنتي؟ طيب انت معاك تليفونها؟ معاي. طب بصوري بقى بصوري. لا سيبك منها، انا عندي ليك واحده كده ما تضربش لسه فيها مفك. وسمع طبيب ولا ايه؟ وانا ببيع لك اباجوره. بابا خش في الموضوع. خش انت جوه، انا ما عنديش ستات يقفوا في وسط الحريم. يلا اتكل على الله جوه. يلا وانت عامل ايه بقى وازيك يا رؤوف؟ واخبارك ايه؟ سعيد يا عمي سعيد. طيب خد يا بت، خد يا بت، انت يا مترنك، يا مترنك اخضر، تعالى خد. مش فاهمه حضرتك بتوجه النداء ليا انا؟ امال يعني يا لبك؟ ما هو حضرتك لو عايز مامي انا ممكن اخش اندهلك عادي يعني. لا روحي اعملي لقمه للراجل الغريب اللي ما اعرفوش ده. لا لا يا عم ربنا يخليك، مش عايز اكل، لا متشكر، الا طبيخ رانيا. لا بلاش طبيخ. طب روح يلا، روح على الدوب كجري، ومش عايز حد يروح. الصحه ما عادتش مستحمله يا عم رواش. وانت اخبارك ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله كويس، بس من طعم مراتي حصل لها مشاكل من تحت طبيخ رانيا. وحصل لها ايه من طعي؟ كلت الطبيخ من هنا، شعر راسها كله وقع على الارض من هنا، اضطرينا نجيب لها باروكه وبنسدد في ديونها لغايه دلوقتي. يعني مراتك بقت قرع وراي المثل، يا قرع رخ رخ على مطرة بنت وخالتي. امال فين سناء؟ سناء بنت بنتي وبتنظف الاوضه بتاعتي والفوق، عايزه ليه؟ اصلها كانت قالت لي اجي اقبض جمعيه، فقلت اجي اخلص المصلحه دي وامشي. طب ودلوقتي وانت ليه مصاهين وعلى النفقه؟ لا 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 عيب عيب، ما تقولش مصاهين. مصاهين ده ايه؟ انا مستنطع انت عارف، من طعي والباروكه واخده مني فلوس كتير. يعني انت عشان ما تشوفش الباروكه وتشوفها قرعه واحنا نجوع من الموت؟ طب انا اعمل ايه بس؟ لا ده بص، لا انت لازم تجيب الفلوس بتاعت النافع. ايه ده؟ انت بترفع عليا السلاح؟ وغزك وغزك، وانت فاكر يعني ان انا زهايمر وعجوز؟ لا ده انا غزك واطلع لك كرشك ده وغزك، عارف اعمل ايه؟ قلبه بجد؟ خد جزمته؟ الساعة؟ حتى سجايره والولاعة؟ وعلق حلمه على الشماعة؟ هو كان بيقلب محمد منير ولا ايه؟ أبا طبعا فرحان، أنا مالي يعني، يا جدي يقلب أبويا أنا مالي، المهم حد فيهم يتعور في حاجة. ماشي سلام سلام. ايه يا دولة، هو بابا سته ارتكب جريمة تانية؟ لا يا سيدي، قلب بابا وخد محفظته وخد كل حاجة معاه. هلا طب وانت دولة بقى هتسكت ولا ايه؟ مش اشكال انا اسكت ولا ما اسكتش، المشكلة ان بابا يسكت، ولو بابا سكت سلوى منطعي المشكلة ان هي اللي تسكت. هو فين؟ هو فين ابن دراتي اللي مش عايزة تبعد عن سكتي؟ يا دهوتي يا دهوتي حبيبي. ايه ده انت بتقولي شعر زي دولة؟ طب اتفضلي اتفضلي. وحضرتك عامله كده ليه في شعرك؟ يعني انت جاي من فرنسا ولا ده مسبوغ ولا ايه؟ ده فاشون شوز يا حبيبي، ما انا بعد ما اكلت من ايد المدعوة امراتك شعري ضرب باظ اتبهدل، جبنا الباروكه دي وضربتها كده على دماغي. طب شفت انت كلتي من ايد المدعوة امراتي مره واحده وحصل لك كده؟ انا باكل من ايديها بقالي 10 سنين ما صعبتش عليكي. يا حراميه يا نور، انا مش همشي من هنا لما اخد الفلوس اللي قلفته فيها الراجل. فلوس ايه ده؟ بيقولوا لقوا في المحفظه بتاعته 40 جنيهات. يا سلام، والساعه الكازلك والسونسيال والسلسله. السونسيال والسلسله؟ ده انت بتتكلمي فرنساوي زباله، انت كنت فين في فرنسا؟ بص بقى حبيبي، انا مش ماشيه من هنا الا لما اخد حق جوزي على داير مليل. طيب حضرتك خدي حقه من اللي خده منه مش مع جدي. لا حبيبي لا، انت طيب غلبه تيجي معايا سكه، انما التاني لا شرس. طب حضرتك يعني بصي من الاخر، يعني انا معيش فلوس.
ايه ده ايه ده يا دولة؟ معكش فلوس ايه يا عم؟ انت خايف تتحسد يا دولة؟ دي يا دولة مرات ابوك، يعني في مقام والدك والخال مقام ابويا بس يا لا رمزي بس يا بص يا ست معيش فلوس. حبيبي انا شم بقى ريحة استخفاف على استعباط على استحقاد. انت قلت ما معكش ايه يا دولة؟ قلت معيش فلوس حضرتك. ايه ايه يا دولة بقى ايه يا عم؟ بطل كدب بقى، ده هو الكدب البانة في بقك. حضرتك والله انا في غاية الانعزار من دولة يعني، بس هو اكيد بيهزر. على فكرة احنا حضرتك معانا فلوس كتير الحمد لله، ويا ريت تكفي. لحظة واحدة، حضرتك محتاجة كام يعني؟ بتعمل ايه 4000 جنيه جنيه ينتح جنيه بسيط. اوعى يا عم يا كداب. اتفضلي 5000 جنيه وفي 1000 جنيه زيادة علشان لو حصل اي كدب ولا حاجة وما تلاقيتنيش، انا تحت امر حضرتك. اسفخس عليكوا علم ما تجيش غير بضرب الكوتشي. سلام يا حبيبي. مع الف سلامه مع الف الحمد لله خرجتك من الازمه. هو ندوله ابقى اتعلم بقى حاجه مني بقى يا دوله بقى، الامانه سر النفاق. انا بحبك قوي يا رمزي، انت جميل يا لا. ربنا يخليك يا دول. انا على فكره ماما كانت بتقول لي كده برضو، كانت بتقول لي يا دي يا رمزي انا ما خلفتش غيرك. وهي كانت خلفت غيرك؟ لا. رمزي انا مفروض بقى في حاجه زي اللي انت عملتها فيا دلوقتي وفلوس طلعتها وبتاع. مفروض اعمل فيك ايه؟ المفروض طبعا تضربني عشان انا عملت لك مصيبه كبيره. مفروض اضربك؟ طب ايه رايك بقى رمزي؟ انا مش هضربك. لا يا دوله لا ما تقولش يا دوله اضربني بقى وخلصني يا دوله والنبي. مش هضربك يا رمزي. يا دوله اضربني بقى اضربني. مش هضربك يا رمزي مش هضربك وغور من خلقتي بدل ما اضربك. فعلا عتاب الندل اجتنابه. وانت بقى هتعمل ايه في الفلوس اللي خدتها منك البت القرعة دي؟ هات يا كروديا يا كروديا. ما انا جاي لك عشان كده يا جدي، يعني يا ريت نرجع لهم الحاجه اللي انت خدتها وناخد فلوسنا. ترجع لهم حاجتهم واحنا خدنا بينهم حاجه؟ احنا ما خدناش بينهم حاجه لحد. بص شفت الساعه دي اللي هي كوسترايز توست؟ ايه ده؟ الله وريني كده. ايه ده يا عم؟ دي ساعة دي ب10 جنيه وهم مخدوا 5000 جنيه، يعني يجيبوا بهم 3 ساعات بس. يا اهبل. بابي اتصرف، دول خدوا كل حاجة واحنا ما خدناش حاجة، يعني هم اللي كسبانين. خلاص وما تقلقوش، احنا هنعمل قعدة عرب بقى، وعرب من كل حتة، يعني عرب من ليبيا ومن الخليج، وعرب وعايزين عرب من المغرب. انا مرة كنت في المغرب وكان وعرب يلا. شوف يا حاج رواش، انا اللي جابني هنا بعد المقلب السخيف اللي انا خدته منكم المره اللي فاتت ان انا بعزك جدا، ده بالاضافه ان انا جايب معايا البوبي جارد بتاعي. يا حبيبي واللي له شوف حاجه يعملها، واللي حصاني كسرني، واللي فسحني كسحني.